الجمهوريه النهارده، وكان بيتكلم مع التلفزيون المصري طبعا، وتصريح للتلفزيون المصري صرح ان من خلال او خلال الفتره القادمه طبعا نجومنا وابطالنا في الاولمبياد هيتم اطلاق اساميهم على بعض المحاور والكباري في مصر. طبعا الكباري الجديده والمحاور الجديده اللي احنا بنسعد بيها هيكون اساميها على هذه المحاور. طبعا عمليه تحفيز كبيره من السيد الرئيس لهؤلاء الابطال، وفي نفس الوقت للابطال القادمين، ان انت مجرد لما انت بتعمل حاجه لبلدك وبتجتهد عشان تعمل حاجه لبلدك اكيد بلدك بتقدرك بشكل كبير، واعتقد ده شيء طبعا جميل ومحترم طبعا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. رايك في النقطه دي يا كابتن؟ لا طبعا دي حاجه جميله جدا طبعا، يعني ده شرف لاي لعيب، يعني شرف لاي لعيب، وانت قلت نقطه كويسه جدا للاجيال اللي جايه، للعيبه اللي جايه كمان، وده دي اول مره تتعمل. يعني في طبعا في تقدير مادي كلنا طبعا بنبقى مستني، لكن التقدير المعنوي بشكل مختلف. التقدير المعنوي مش موضوع شهاده او وسام، لا ده تقدير معنوي. انت النهارده الناس كلها مش هتشوف الميداليه بتاعتك، لكن النهارده الناس كلها بتشوف اسمك على ايه؟ صحيح، على المنشاه. كابتن حسام انت شلت علم مصر في اولمبياد اتلانتا، صح كابتن؟ طبعا حاجه جميله دي. احساس يا كابتن بقى في الوقت ده كانت ممثل مصري بتشيل علم بلدك في الافتتاح الاولمبياد؟ لا لا ده حاجه، هو كم واحد بيشيل العلم بتاع بلده؟ هي دي النقطه. لا طبعا احساس كم مره في التاريخ يعني. في التاريخ صح، يعني حاجه لا شعور وانت نازل التراك وكل العالم بيتفرج عليك، كله بيتفرج عليك وانت شايل العلم، فلا ده حاجه ما بالك بقى كابتن واحد بيحصل على الميداليه الذهبيه او الفضيه او البرونزيه أو البرونزيه. لا هم عاملين انجاز والاول مره الدوله بتكرم اللعيبه تكريم فعلي. يعني تكريم، احنا ما زعلش مني زمان كان في لائحه معموله الذهب والفضه والبرونز ما كنتش بتحس باللعيب، بياخد مكافئته، لكن النهارده زي ما انت شايف لا في تكريم معنوي جامد جدا وفي تكريم مادي كويس قوي، والناس كلها النهارده بنشوف دايما التكريم المعنوي من الدوله يا كابتن. طبعا التكريم المادي موجود هو الاهم طبعا، يعني ما حدث من سياده الرئيس النهارده في تصريحه الخاص باسامي لابطالنا على المحاور والكباري، اعتقد ده التكريم بشوفه ان هو افضل من الماده نفسها بكتير. لا ما انا قلت لك النهارده انا كرمتني في احتفال وخدت شهاده او ميداليه، اوكي خلاص، لكن انت على مدى التاريخ انت شايفه على المحور او على الكوبري او على المنشاه، انت شايف اسمك. صحيح. الناس كلها شايفه اسمك، لكن الناس مش كلها شايفه الشهاده اللي في البيت. صح ولا لا؟ ده لاول مره كابتن على فكره. البلاد الثانيه بتعمل كده بالظبط، يعني في المغرب تقريبا حصل كده، في 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 كباري في مدن في ميادين بيحصل فيها كده، والحمد لله يمكن لأول مرة. دي حاجة طبعا كويسة طبعا الحمد لله. طيب هرجع لكرة اليد تاني كابتن، وكنا بنتكلم الفارق ما بين